السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 23/7/2021، خطبة الشيخ سالم بن سعد طويل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله جل وعلا سعادة الدنيا والآخرة، والله جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة. فاتقوا الله يا عباد الله ما استطعتم لذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. في الحديث أن أم هشام بنت حارثة النعمان قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها وكان يقرأ بها في الأضحى والفطر، أي في صلاتي العيد. هذه السورة العظيمة ينبغي المسلم أن يعتني بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها. بداها الله عز وجل أن أثنى على كتابه العظيم فقال: قاف والقرآن المجيد. والمجيد ما يحمل الصفات الكثيرة العظيمة، فقد يحمل الشيء صفات لكنها ليست بكثيرة أو ليست بعظيمة وإن كانت محمودة. أما المجيد فهو كتاب الله تبارك وتعالى، وما وصف الله شيئا بأنه مجيد إلا وصف نفسه بأنه جل وعلا ذو العرش المجيد. وعلى قراءة ذو العرش المجيد، العرش وصف الله بأنه مجيد، ووصف القرآن بأنه مجيد، وذلك لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله صفته، فهو كتاب مجيد عظيم كريم، فيه شفاء فيه نور. ينبغي المسلم أن يجعل له صحبة مع القرآن، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية لأنها صدرت بقول جل وعلا: قاف والقرآن المجيد. ومن أعظم ما ذكر الله في هذه السورة الميعاد الذي كانت تنكره العرب ويحتاجه المسلم المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، يحتاج أن يتذكر هذا اليوم العظيم، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والمراد بقوله لغد أي يوم القيامة، فهو يوم آت لا محالة، أقسم الله عز وجل أن يقيم القيامة وأن يحق الحاقة، وأن الناس جميعا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، وإليه المصير، وعنده اللقاء سبحانه وتعالى. فلذلك زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهذه القضية العظيمة من مسائل الجاهلية، كانوا ينكرون الآخرة، فلما كانوا ينكرون الآخرة جاء كتاب الله عز وجل. استريح استريح، خلي قلبك، لا تشغل نفسك تشغل الناس.
فهذا الكتاب العظيم جاء ليعالج هذه القضية التي نسيها أو جهلها أو شك بها ويحتاجها المؤمن. حتى الذي يؤمن باليوم الآخر يجب عليه أن يتذكر هذا اليوم ويقوي إيمانه ويكرره. وأكبر ما أشكل على الناس كيف إذا ماتوا واختلطت عظامهم وأعصابهم ولحومهم وشحومهم في التراب كيف يعيدها الله عز وجل مرة أخرى؟ فكان الجواب على ذلك قوله جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله جل وعلا تخفى عليه خافية لعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. الأرض تبلع ولكن تختلط عظامهم وأعصابهم وشحومهم ولحومهم، إلا أن الله عز وجل حفظ ذلك كله، كله عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كان عليما قديرا. جمع الله نفسه بين هذين الوصفين، العلم والقدرة، مما يدل على أنه لا يضيع منه شيء سبحانه وتعالى. لذلك فرعون قال لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى، يعني جئت تدعوني إلى الله وتتوعدني بكذا وكذا، الناس كثر، لست أنا الوحيد، أمم ذهبت، فما بال القرون الأولى؟ فأجابه موسى عليه السلام بقوله: علمها عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا تظن يا عبد الله بأن الله تختلط عليه الأمور، كلا والذي لا إله إلا هو، فلا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ويذكر الله جل وعلا أمثلة على قدرته على إحياء الموتى، فيأمر عباده أن ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلا ينظروا إلى السماء؟ السماء كيف خلقت؟ هذه السماء سبع شداد يحملها الله عز وجل بقدرته وقوته بغير عمد رفعها، فهي أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه أن يخلق الإنسان مرة أخرى وقد بدأه أول مرة. لا يجوز الإنسان أن يأتي في خلده أو في عقله ذرة ولا لحظة أن الله عز وجل يعجزه شيء. كيف يعجزه وهو الذي بدأ الخلق؟ كيف يعجزه وهو الذي يحيي الموتى يحيي الأرض؟ فانظر إلى الأرض كيف تموت ثم يحييها الله عز وجل، فترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت. فهكذا كما تموت الأرض ويحييها الله عز وجل، يموت البشر فيحييهم الله عز وجل مرة أخرى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا الأرض بعد موتها. كذلك الخروج، كما أن الأرض تموت ويحييها الله عز وجل، كذلك يحيي الله عز البشر. أقول حتى المؤمن محتاج إلى أن يتذكر هذا اليوم العظيم، وإن كان يؤمن به إلا أنه ينسى، إلا أنه يغفل. ولو أن أحدنا تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل وحساب الله تبارك وتعالى له لما عصى الله عز وجل قط. نعم نغفل، نعم ننسى، ولكن نحتاج إلى أن نتذكر ذلك اليوم العظيم، يوم لا ريب فيه. ومن ذلك ذكر الله عز وجل أحوال الأمم السابقة حتى يتعظ من التعظ، قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وأصحاب الرس، هؤلاء هلكوا لأنهم تمردوا على أمر الله عز وجل. فلذلك يكرر الله ذكرهم كثيرا. لماذا؟ حتى يستبين سبيل المجرمين، حتى نحذر مما وقعوا فيه، حتى لا يصيبنا ما أصابهم من عذاب الله جل وعلا. فأهلك الله جل وعلا أمما، منهم من أغرقهم، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسل عليهم حاصبا، ومنهم من خسف به الأرض. كل أولئك لأنهم تجبروا وعصوا الله عز وجل، ما شكروا نعم الله تبارك وتعالى، ولا تذكروا الآخرة، ولا اتبعوا الرسل، فأهلكهم الله عز وجل جميعا. لا ينجو من عذاب الله أحد عصى الله تبارك وتعالى إلا إن عصاه دون الشرك فهو في مشيئة الله، ولو شاء عذبه عذاب الله شديد أليم. يكرر الله ذلك في كتابه حتى نحذر من معصيته جل وعلا. وذكر الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول؟ ما أعجز الله عز أن يخلق خلقا أول حتى يعجزه أن يخلق الخلق مرة أخرى. الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. الله جل وعلا يقول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل خلقك أول مرة ويحيط بك وله جنود لا يعلمها إلا هو، فيرسل الملائكة فيكتبون ما تنطق به، ما تتكلم به، إرادات القلب، ما تحب، ما تبغض، ما تعطي، ما تمنع، كل ذلك في كتاب، كل ذلك أحصاه الله ونسوه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ذلك الموقف العظيم الذي يجب عن مسلم أن يتذكره، كلامك مكتوب أحصاه الله عز وجل. فقال جل وعلا في هذا السياق: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تنتقد، تغتاب، تتكلم، تحتقر، ترفع صوتك على والديك، تظلم أحدا بكلمة، تستهزئ بأحد، تسخر منه، كل ذلك أحصاه الله عز وجل. فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا السياق وهذا الصيغة من هذا الكلام فيها العجب العجاب، فإن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول، قال من قول، هذه من صلة للتوكيد، وقال قول في سياق النفي، يعني أي قول، أي قول يتلفظ به الإنسان. حتى لو قال لوالديه أف، وهي أصغر الكلمات التي يتضجر بها الإنسان، أيضا الله يحصي ذلك. فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يراقبه، لا 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 يفوته شيء بأمر الله عز وجل. وعتيد يعني حاضر، لا يغيب، لا في صحة ولا في مرض ولا في سفر ولا في حضر ولا مشاهدة أمام الناس ولا في غيبة ولا في سر ولا في علانية. فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني يراقب، عتيد يعني حاضر لا يغيب. لا كما يظن بعض الناس أن رقيب اسم للملك الذي على اليمين وعتيد على الشمال، لا، كلاهما رقيب عتيد، كلاهما يراقب، وكلاهما عتيد حاضر لا يغيب أبدا في أي لحظة من لحظات. حتى لو خلوت في ظلام وأغلقت الأبواب، حتى لو سافرت ولا يعرفك أحد، حتى لو تكلمت بصوت منخفض، كل ذلك جعل الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه المعاني ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويتلو هذه السورة إلا حتى نتذكر هذا. قرآن الله عز وجل مجيد، والبعث لا بد منه لا ريب فيه، والأمم السابقة التي أهلكها الله عز وجل لنعتبر، وأنه جل وعلا خلقنا أول مرة ولا يعجزه أن يعيدنا مرة أخرى، وأنه جل وعلا يحفظ ألفاظنا ويحصيها كلها ويحاسبنا عليها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الصمد الذي يستغني عن جميع خلقه ولا يستغني عنه خلقه، فتصمد إليه الخلائق كلها بحاجاتها. لكن الله جل وعلا له حكمة، خلق الملائكة وجعلهم وظائف، فمنهم من يحصي الحسنات والسيئات، ومنهم من يسوق أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وأشياء ووظائف كثيرة معلومة، ليس لأن الله بحاجة إليهم ولا أنه يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن لله جل وعلا حكم في ذلك، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. فالملائكة تسوق الإنسان يوم القيامة ويحصل جدال ويلقي اللوم بعض الناس على بعض، الأتباع على الكبار والكبار على الأتباع، حتى منهم من يلوم الشيطان، ولكن الله عز وجل يقول: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ظلام يعني لا يظلم شيئا، وليس معناه يظلم قليلا ولا يظلم كثيرا، كلا، بل ظلام ليس بظلام، وذلك لكمال رحمته وعدله. تصوروا لو أن الله عز وجل يظلم العباد، فإلى من يلجؤون؟ إلى من يلجؤون؟ لو ظلمك أحد تلجأ إلى من فوقه،
فإذا ظلمك الذي فوقه تلجأ إلى الذي فوقه، وهكذا حتى تصل إلى أعلى السلطات. ولكن لو ظلمك الله عز وجل إلى من تلجأ؟ لكن الله من كماله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كل ذلك يدل على كمال رحمته وعدله سبحانه وتعالى، فما يضيع شيء من أعمالك الصالحة حتى لا تظلم. فقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولا تضيع الأعمال السيئة حتى لا تظلم، لأن إذا زادت الديون على الإنسان دون التقييد ربما تحمل أكثر مما عليه. ولكن الله عز وجل حتى الأعمال السيئة يحصيها الله عز وجل حتى لا يظلم أحد، وحتى لا يبغي بعض الناس على بعض. فأعمالكم محصية يا عباد الله، أعمالكم محصية عند الله جل وعلا، والله لا يظلم أحدا. والله جل وعلا خلق النار وخلق الجنة حتى تكون مصير الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا مكان ثالث إلا إلى الجنة أو إلى النار. هكذا خلق الله جل وعلا الناس، وهذا مصيرهم يوم القيامة. حتى عصاة الموحدين إما أن يعفو الله عز وجل عنهم، وإما أن يدخلهم النار حتى يعذبوا إلى أمد، حتى منهم من يصير حمما أي فحما من النار، ثم يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. فلا مصير يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلذلك هذه النار العظيمة خلقها الله عز وجل فجعل قعرها بعيد وعذابها شديد، حتى أنها يؤتى بها يوم القيامة. وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، بكل زمام يمسك 70,000 ملك. أي نار هذه؟ أي نار؟ أي عذاب هذا؟ حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبة، يعني صوت، وسمعه الصحابة، قال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 خريفا ما بلغ قعرها إلا الآن. 70 سنة والحجر ينزل، فهي عميقة. لا تظن يا عبد الله أنها تمتلئ، كلا، بل ما تزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب جل وعلا فيها قدمه، وفي رواية رجلة وهي في صحيح البخاري، فتقول: قد أو قد أي كفاني. فهذه النار التي ذكر الله بكتابه، فقال: يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وما من إنسان إلا وخلق الله عز وجل له مقعدا في النار ومقعدا في الجنة. حتى المؤمن خلق الله له مقعدا في النار، فإذا أدخله الجنة أراه الله مقعده في النار، قال: هذا مصيرك لولا رحمة الله عز وجل، فيزداد سرورا وفرحا. وأما الكافر فيرى موقعه أو موضعه في الجنة، فيقال: هذا مصيرك لو أطعت الله، فيزداد حسرة. هكذا خلق الله جل وعلا الدنيا فانية، واللقاء يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكتاب الله عز وجل كما في هذه السورة، كما يذكر الوعيدة يذكر الوعد، فذكر الجنة وما عد الله جل وعلا فيها من النعيم، حتى لا يجد الإنسان ما تشتهي نفسه، حتى ما تشتهي نفسه يجده، فيعيش فيها خالدا مخلدا، وعليه رضوان الله جل وعلا. ولكن الله يقول: ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، فما أعطي أهل الجنة شيئا أعظم أو شيء أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا أحب الإنسان إنسانا تمنى لو رآه ولو في المنام، من منا لا يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فكيف بالله جل وعلا؟ تشتاق النفوس إلى لقاء الله جل وعلا وإلى النعيم بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل يقول: ولدينا مزيد، يعني بعد رضوان الله جل وعلا ودخول الجنة يريهم الله عز وجل وجهه الكريم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لوالدينا، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك يا الله أن ترفع عنا البلاء،
اللهم ارفع عنا البلاء، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.